تحية طيبة مشاهدين الكرام، وأهلا بكم في صحافتنا اليوم الثلاثاء 21 من آيار لعام 2024، ونقرأ أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والعالمية والمواقع الإلكترونية. البداية أحبتي المشاهدين من الصباح، وفي أخيرتها نطالع هذا العنوان: إسماعيل عبد الله، المسرح العربي أنصف الشباب. بيّن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله أن تعديلات الشروط في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي جاءت بعد أن أنجزت النسخ الثمانية السابقة إنصاف الأقلام البحثية الشبابية، ومنحتهم الفرصة لاكتساب الثقة والتقدم نحو صفوف المناظرة والمساجلة وتقديم الرؤى الجديدة، مؤكداً أنجبت المسابقة عشرات الأسماء من باحثين شباب تحت سن الأربعين، وتمكنت من إخراج الشباب من الهامش إلى قلب الفضاءات البحثية لتصبح مجالاً واسعاً تتلاقح في مضماره الرؤى والأفكار. ومن أخيرة الصباح أيضا أحبتي المشاهدين، نطالع مركز الرشيد ملتقيات مفتوحة. انتشل الفنان أسعد مشاي بيتا تراثيا من الخراب بإنشاء مركز الرشيد التابع لمؤسسة شام للثقافة والفنون. وقال مشاي للصباح: يقع البيت في مدخل شارع الرشيد من جهة الباب الشرقي، مؤكدا يضم ملتقيات مفتوحة يوميا طوال 24 ساعة. علي الوردي ولميع عباس عمارة وبيوت الفن العراقية وخليل شوقي للدراما ومنتديات أدبية وأقسام المسرح والسمعية والمرئية والتشكيل والموسيقى وورش تدريبية وتأهيلية ودار استراحة، ويمد شبكة علاقات مع تشكيلات أكاديمية ورسمية ومنظمات مجتمع مدني داخل وخارج العراق. ومن صحيفة الزمان مشاهدين الكرام، وقبل الأخيرة نقرأ هذا العنوان: معهد الدراسات الموسيقية يحتفي بخريجيه. أقامت دائرة الفنون الموسيقية الجمعة الماضية الحفل السنوي لتخرج طلبة معهد الدراسات الموسيقية دفعة 48 دورة سفير اليونسكو للسلام الفنان نصير شمع على خشبة قاعة مسرح الشعب ببغداد، بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ووكيل الوزارة قاسم طاهر السوداني والمدير العام لدائرة الفنون الموسيقية المايسترو علاء مجيد، وجمع غفير من عائلات الطلبة ونخبة من الجمهور البغدادي المتذوق للموسيقى التراثية. وقدم عدد من الطلبة الخريجين أطروحاتهم، وكانت عبارة عن عزف منفرد على الآلات الموسيقية مع فقرات للغناء التراثي ساهم فيها عدد من طلبة المراحل المنتهية. ومن أخيرة الزمان نقرأ هذا العنوان: قرية في الأمازون تشتهر بتصنيع آلات الكمان. مع بيوتها المصنوعة من الطين أو الخشب وشوارعها الترابية، تبدو أوربتيشا كأي قرية تقطنها مجموعات من السكان الأصليين، لكن هذه القرية التي يقطنها بغالبيتها أفراد من مجموعة غوارايوس باتت بفضل صانعي الآلات الوترية أهم منطقة لتصنيع الكمان في بوليفيا. يقول عميد معهد أوربتيشا للتدريب الفني والكوارلي والأوركسترا والدو بابو: لم أرى قط مكانا يصنع فيه هذا العدد الكبير
من آلات الكمان كما في هذه القرية. تقع أوربيتيشا في منطقة الأمازون وتضم 8000 نسمة تتحدث غالبيتهم لغة غوارايو، وهي إحدى اللهجات 37 المعتمدة رسمياً في بوليفيا. إلى صحيفة المشرق، وفي صفحتها الخامسة تحت زاوية التكنولوجيا: قفل باب ذكي بميزة ماسح الأوردة هكذا يعمل. أطلقت شركة شاومي الصينية قفل باب ذكي يمكن تحرير قفله بطرق عديدة أبرزها ماسح الأوردة. وتتمثل ميزة ماسح الأوردة مقارنة بمستشعر بصمات الأصابع الكلاسيكية في إمكانية تحرير القفل بأصابع مبللة أو أصابع تضررت بسبب العمل البدني. ويمكن تحرير قفل الباب الذكي أيضاً بواسطة مستشعر بصمات الأصابع ومن خلال إدخال كود خاص وعبر تقنية البلوتوث وتقنية NFC وبواسطة ساعة ذكية بالإضافة إلى المفتاح التقليدي. من صحيفة الدستور، وفي صفحتها السابعة نقرأ هذا العنوان: هيرون يحصل على دكتورة فخرية من جامعة أمريكية. منحت جامعة أمريكية شهادة دكتورة فخرية إلى هيرون منزلي يدعى ماكس دو بسبب تعامله الودود مع رواد الجامعة وجهوده في حمايتهم من الفئران والجرذان والحشرات. وأثارت جامعة كاستلون من ولاية فيرمونت ردود فعل واسعة على تكريمها لهذا الهر، لا سيما من قبل جمعيات الرفق بالحيوان. وأوضحت الجامعة في بيان نشرته على فيسبوك أن درجة الدكتوراه في الطبيعة الأدبية دكتوراه الفضلات منحت للهر بموافقة كل أعضاء هيئة التدريس ومجلس الأمناء. وقال مصدر مطلع لصحيفة غارديان إن إدارة الجامعة تخطط لتسليم الشهادة إلى مالكته خلال الأسبوع المقبل. وهذه انتقالة إلى الصحف العربية، ومن أخيرة الرأي نقرأ هذا العنوان: السجائر الإلكترونية تشعل الطائرات. إن كنت مسافراً جواً فكن حذراً من السجائر الإلكترونية التي قد تتسبب في نشوب حريق بسبب بطاريات الليثيوم الخاصة بها، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل. وذكرت الصحيفة البريطانية أن نحو 82 مليون شخص حول العالم يستخدمون السجائر الإلكترونية، والتي بالتالي يتم اصطحابها في ملايين الرحلات الجوية. ولكن قد لا يكون العديد من المسافرين على علم بالخطر الذي تشكله والقواعد واللوائح المحيطة باستخدامها ونقلها أثناء الرحلات الجوية. في العام 2019 ارتفعت درجة حرارة بطارية السجائر الإلكترونية لأحد الركاب وانفجرت، ما تسبب في نشوب حريق على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية. ومن صحيفة الأهرام ما نقرأ هذا العنوان في زاوية فن: فيلم إف يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية. تصدر فيلم إف الخيالي الذي يتناول قصة فتاة تبلغ 12 عاماً تتمتع بقدرة على رؤية مخلوقات خيالية، تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه،
بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة إكسبيتر ريليشنز المتخصصة. وحصد الفيلم الذي أنتجته شركة باراونت الأمريكية 35 مليون دولار بين الجمعة والأحد. وقال المحلل ديفيد جروس إنها بداية جيدة لفيلم يجمع بين الحركة الحية والتحريك مع عائدات أعلى من المتوسط لهذا النوع من الأفلام. وهذه انتقالة أحبة المشاهدين إلى الصحف العالمية. صحيفة الأندبنتد نقرأ هذا العنوان: فيلم سيرة ذاتية عن ترامب يتوسط اهتمامات مهرجان كان السينمائي. يختتم مهرجان كان الذي يعتبر أهم ملتقى سنوي لقطاع السينما العالمية بحفلة توزيع الجوائز السبت المقبل. تسلم خلالها اللجنة برئاسة مخرجة فيلم باربي غريتا غيرويغ مكافأتها لهذه النسخة 77. يصل مهرجان كان أحد أبرز الأحداث السينمائية العالمية إلى منتصف الطريق مساء الاثنين مع ترقب عرض فيلم سيرة ذاتية عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأحدث أعمال المخرج الشهير ديفيد كرونبريغ في عرضه العالمي الأول. ومن صحيفة ديلي ميل نقرأ هذا العنوان: ليام هيمسروث يظهر باللقطات الأولى من تصوير ذا واتشر. ظهر النجم الشاب ليام هيمسروث في اللقطات الأولى من مشاهد تصوير مسلسل ذا واتشر في الدور الذي يجسده كبديل لهنري كابل. ونقل ديلي ميل لقطات من داخل موقع تصوير مشاهد الموسم الجديد من المسلسل بعدما تعرضت له نتفليكس من انتقادات بسبب استبدالها لكافيل في الدور الرئيسي بالفيلم. وانضم رسميا النجم الكبير لورنس فيشبرن لأبطال الموسم القادم من المسلسل في محاولة من نتفليكس لتعويض غياب هنري كافيل عن المسلسل بداية من موسمه القادم. ووفق ديلي ميل قال لورنس: قوبل هذا الاختيار برفض من جانب المعجبين المهتمين بأخبار المسلسل رغبة منهم في عودة هنري كافيل لدوره في بطولة العمل. إلى مواقع إلكترونية اليوم السابع: دراسة التدخين يسرع الشيخوخة ويقلل من تجديد الخلايا. في دراسة جديدة تم الكشف عن أن التدخين يمكن أن يكون له تأثير ضار على الأجزاء النهائية من الكروموسومات في خلايا الدم البيضاء والتي تعد مكونات أساسية لجهاز المناعة لدينا. وهذه الأجزاء النهائية المعروفة باسم التيلوميرات هي مؤشرات حاسمة لعملية الشيخوخة لدينا وقدرة خلايانا على الخضوع للإصلاح والتجديد وفقا لما نشره موقع Only My Health.
ومن روسيا اليوم نقرأ هذا العنوان: جوجل تعلن عن معالجاتها الجديدة للذكاء الاصطناعي. كشفت جوجل خلال مؤتمر IO جوجل التقني عن جيلها الأحدث من المعالجات المخصصة للعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. أشارت الشركة خلال مؤتمرها السنوي إلى أن معالجات تينسور الجديدة من الجيل السادس والتي تحمل الاسم الرمزي تيرليوم طورت لتعمل مع مراكز البيانات التي تعالج المعلومات بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحول الموضوع قال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت المالكة لجوجل: لقد نما الطلب الصناعي على أجهزة الكمبيوتر المخصصة للتعلم الآلي بمقدار مليون مرة على مدى السنوات الست الماضية، ويستمر في الزيادة بمقدار 10 أضعاف كل عام. لقد كنا رواداً في مجال تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي لأكثر من عقد من الزمن. وأخيراً مشاهدين الكرام إلى سكاي نيوز، ونقرأ هذا الخبر: بسبب ملصق إيطاليا تصادر 134 سيارة فيات مغربية الصنع. قال متحدث باسم مجموعة سيتي لانس في إيطاليا السبت أن الشرطة صادرت أكثر من 130 سيارة فيات مستوردة من المغرب الأسبوع الماضي بسبب وجود ملصق يحمل ألوان العلم الإيطالي على أبوابها، وهما يمكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشئها. وأكد المتحدث بأن تقريراً أوردته وسائل إعلام محلية أفاد بأن 134 سيارة صغيرة من طراز توبولينو تحمل علامة فيات التابعة لمجموعة سيتي لانس قد صودرت مؤقتاً في ميناء ليفورونو الإيطالي لدى وصولها من المغرب الدولة المصنعة لها. وقال المتحدث: الغرض الوحيد من الملصق هو الإشارة إلى الأصل التجاري للمنتج. ختاماً أحبتي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة. إلى الملتقى.